أبو الطيب المتنبي وسيف الدولة الحمداني. هو أحمد بن الحسين، ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة وإليها نسبته. سيد شعراء عصره، له الأمثال السائرة والحكم البالغة. صحب المتنبي سيف الدولة الحمداني في كثير من الغزوات ضد الروم، ولعل أبرز ما قال فيه: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا، مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. نثرتهم فوق الأحيد بكله، كما نثرت فوق العروس الدراهم.